أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي للذل مفتقرا يا خير من مدت إليه يده. فلا تردنها يا رب قائمة فبحر جودك يروي كل من يرد. أصلي وأسلم وأبارك على نبينا المصطفى إمام العلوم وبحر الوفا. أرسله ربه بالهدى ودين الحق فعلى يديه الحق قد اكتفى. كرمه ربه واصطفاه وجمله وجعل الصلاة عليه فيها الشفاء. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم أكسروا من ذكر هازم اللذات. قال وما هازم اللذات يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الموت مفرق الجماعات ومبكي الأمهات ومزل للبنين والبنات. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. حيا ربه وربه حيا. ناداه ربه التحيات لله الصلوات المباركات لله. لم يطمع في السلام وحده بل قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. خاطبه ربه قائلا يا حبيبي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله صاحب النور المعمم والقنز المطلسم والبحر المطمر. كان إذا مشي سبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور. وإذا ركع أو سجد قال أمتي 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 يا غفور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها راحلنا الكريم فقيد شباب قرية الدير فقيد عموم عائلة أبو جمعة الراحل الكريم رضا محمود جمعة. فنسأل الله ببركة هذه الأيام المباركة وبحق شهر رمضان يسكنه الفردوس الأعلى ويجعل ثواب ما نقرأه في هذه الليلة هدية له في قبره.
وشاركة التكريم لوالده الكريم حق محمود جمعة باسم أعمامه الأكرمين المعلم سيد أبو جمعة معلم عاشور أبو جمعة وأبناء الراحل الكريم المعلم شوي أبو جمعة وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا. تقدمون بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. وخير استهلال لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يحضرنا في هذه الليلة القرآنية فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الوهاب شحاتة إذاعات مصر والعالم الإسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة وإن
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا
الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينن للناس ولا تكتمون واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها سبحانك 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 فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا
توفنا مع الأبرار ربنا ربنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وبالكعبة قبلة ونورا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الوهاب شحاتة قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي مقيم بقرية الدير مركز مدينة توخ محافظة القليوبية في هذه الليلة القرآنية المباركة
التي نودع فيها راحلنا الكريم فقيد شباب قرية الدير، فقيد عموم عائلة أبو جمعة، الراحل الكريم رضا محمود جمعة. فنسأل الله ببركة هذه الأيام المباركة أن يطيب ثراه، أن يغفر ذنبه، وأن يجعل القرآن هدية له في قبره. تقدم بخال الشكر والتقدير نيابة عن والده حق محمود جمعة، أو باسم أعمامه الأكرمين المعلم سيد أبو جمعة، معلم عاشوراء أبو جمعة، وأبناء الراحل الكريم حق شوقي أبو جمعة، وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا. الجميع أسر وعائلات قرية الدير قدمونا بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. نقلت هذه التلاوة من داخل أحدث الفراشة العالمية والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية، وهذا القصر الذي كمل وجمل على أكمل وجه، فراشة أولاد الحاج أحمد عاشور بالدير، مركز توخ، محافظة القليوبية. يقلنا هذه الليلة عبر التواصل الاجتماعي قناة المهندس أحمد الجعبري للحفلات الدينية.